نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح مبنى المجمع القضائي والكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة في عدن. مصرع 9 من الميليشيا بتعز وأكثر من 18 حوثيا في جبهة بيحان بشبوة. واشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية في ذي ناعم بالبيضاء. من العناوين إلى التفاصيل، بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد إبراهيم معروف في وفاة والده الشيخ إبراهيم فتيني معروف بعد أدوار اجتماعية كبيرة. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإعادة افتتاح الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة في صلاح الدين في العاصمة المؤقتة عدن، بعد ترميمها إذانا باستقبال الطلاب الجدد الراغبين في التسجيل والالتحاق بالكلية الحربية مطلع شهر سبتمبر القادم. واصطف الضباط وقادة الألوية العسكرية ومدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس والأشغال العسكرية، وعزفت موسيقى الشرف العسكرية سلام الترحيب بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق والإخوة من قيادة قوات التحالف العربي إلى هذا الصرح العسكري الكبير. ونقل رئيس الوزراء للجميع تحيات فخامة المشير المناضل الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يتابع الحفل والافتتاح للكلية الحربية. وأكد الدكتور بن دغر أن قرار إعادة الكلية الحربية إلى عدن وكلية الشرطة في حضرموت قرار رئاسي حظي بدعم وموافقة الرئيس هادي شخصيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الأخ قائد المنطقة العسكرية، الأخ رئيس دائرة العمليات والتدريبة، والأخ قائد الكلية العسكرية من الناحية هذه، الأخ أبو ماجد قائد قوات التحالف في عدن، الأخوة من القادة من السودان ومن البحرين قادة قوات التحالف أيضا، الأخ شلال، الأخوة جميعا، الأخوة الوزراء، الأخوة القادة قادة القوات المسلحة الذين يشاركون هذا الفعالية الكبيرة بمناسبة إعادة الاعتبار للكلية العسكرية في عدن، إعادة الاعتبار للجيش الوطني في عدن، إعادة الاعتبار للقوات المسلحة التي تقاتل من أجل الكرامة ومن أجل الشرف، من أجل الحقوق والمصالح العامة التي توافقنا عليها، من أجل الدفاع عن الثورة والوحدة والجمهورية والوحدة التي توافقنا عليها في شكل الاتحادي الجديد، لأن لا زال هناك أحلام في صنعاء نحو وحدة هم يريدونها أن تكون كما يريدونها هم، ونحن نريد لهذه الوحدة أن تستمر لكن في صيغة جديدة تم التوافق عليها. بداية أحييكم وأنقل إليكم تحيات القائد الكبير المناضل عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يتابعنا الآن في هذا الحفل، ومنذ أيام هو مهتم بافتتاح الكلية العسكرية، وفي الواقع أنه قراره فيما يتعلق بهذه الكلية إعادة الاعتبار للكلية العسكرية في عدن وإنشاء كلية شرطة في حضرموت، هذا قرار رئاسي خالص يعود الفضل فيه للرئيس عبد ربه منصور هادي دون غيره من الآخرين. فشكرا للأخ الرئيس، شكرا للأخ الرئيس بهذه المناسبة، وشكرا للأخ الرئيس على كل المتابعات التي يحيطنا بها خلال حاطنا بها ويحيطنا بها خلال الأيام الماضية. وأيضا ودي هنا والأخوة معنا من قادة التحالف أن أوجه الشكر الجزيل لقادة التحالف العربي الذين جاءونا عند اللحظة المناسبة ووقفوا معنا رجالا وعتادا يدافعون عن العرب ويدافعون عن الأمة ويبذلون الغالي والرخيص. أخص بالذكر هنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد والإخوة رؤساء الرئيس السوداني عمر البشير والأخوة الملك ملك البحرين، وكذا أخوتنا في مصر وأخوتنا في دول الخليج العربي، أخوتنا العرب أينما كانوا، كل من تعاطف معنا في أزمتنا وفي حربنا مع العدو والحوثي له التحية اليوم منا بهذه المناسبة الطيبة. نعم أنا أوافق الأخ الذي قال أن هذه الكلية هي مصنعا للرجال وللأبطال وللقادة في المستقبل. نحن لا نستطيع أن نبني جيشا جديدا نعيد الاعتبار للجيش الوطني إن لم نعيد الاعتبار للمؤسسات العسكرية التي تشرف على التدريب والتأهيل. نحن نريد جميعا ولدينا هدفا مشتركا الموجودين في القاعة وخارجها وفي الجبال وعلى الجبهات، وأحيي رجال الجبهات الآن الذين يقاتلون ويواجهون العدو هناك عبركم، أحييهم وأقول لهم الموجودين هنا من القادة ومن التحالف يساندونكم ويقفون إلى جانبكم وسيقفون إلى جانبكم باستمرار. نقول إن هذه الكلية والكليات القادمة هي أيضا ما فعلا كما قال أحد زملائي مصنعا للرجال، مصنعا للأبطال، مصنعا للقادة المتميزين المؤهلين القادرين على القيادة. نحن في حالة بين إعادة الاعتبار للجيش وبين الركون الذي حصل. في الواقع الجيش الوطني انهار، لم يعد هناك جيش وطني يمكن الحديث عنه. ما هو موجود هناك هو ميليشيات تقاتل، وتقاتل من تقاتل الشعب اليمني، وما هو موجود هنا محاولة لإعادة بناء الجيش الذي دمر خلال الفترة الماضية، لأن الوحدات العسكرية التي نشأت للأسف الشديد نشأت على أساس مناطقي، فانقلبت على كل شيء، انقلبت على الولد وانقلبت على الشعب وانقلبت على الجمهورية وانقلبت على الوحدة وانقلبت علينا وانقلبت على كل شيء، لم تترك شيء لأنها ليس لديها هدف غير السلطة غير الثروة وغير التحكم في المجتمع. الحمد لله الذي ساعدنا على الصمود حتى اليوم ويساعدنا على النصر. الحمد لله الذي جاء بإخوتنا من العرب من كل مكان
هنا تحية خاصة للقوات الإمارات العربية المتحدة الذين يقفون معنا في كل شبر وفي كل مكان. كنت بالأمس قبل يومين في المخا وقبلها في كرش، لقد لاحظت بعيني ولمست تماما أنهم موجودين معنا في كل خطوة نخطوها، يقفون بما لديهم من إمكانيات وما لديهم من خبرة وما لديهم من إرادة عروبية، يقفون معنا في الجبهات الأمامية ويضحون معنا أيضا. فلهم كما قلت كل الشكر لكل العرب، لكل القادة العرب، لكل قادة التحالف ولكل العرب الذين يساعدوننا في هذه المرحلة. وأيضا أريد أن أقول بأننا إذا مضينا في افتتاح الكليات العسكرية ثم مضينا في افتتاح مركز التدريب في العند وغيره من مراكز التدريب الأخرى، فنحن نضع أنفسنا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بناء الجيش، لأن الذي موجود معنا هو جيش يقاتل، عنده روح وطنية وعنده استعداد للدفاع عن الجمهورية وعن الوحدة وعن الوطن وعن المكتسبات، لكنه جيش مبني على أسس خاطئة، ولذلك يجب تصحيحها الآن. لا يمكن أن تصحح هذه الوحدات إلا في ظل مراكز التدريب هنا في صلاح الدين وهناك في العند وهناك في المكلا وفي أي مكان يتم فيه إنشاء مركز تدريب. نحتاج إلى إرادة وطنية، نحتاج إلى إرادة تصحح الطريق، نحتاج إلى إرادة لا تعيدنا إلى الوراء، لا تعيدنا إلى جمهورية 90، لأن هذه الجمهورية قد انتهت. نحن أمام صناعة جمهورية جديدة وأمام وحدة جديدة حتى. لهذا السبب نقول الجمهورية الآن في مرحلتها الثانية والوحدة أيضا في مرحلتها الثانية. المرحلة الثانية الجميع يصيغونها، المرحلة الثانية نحن سنقرر شكلها ومضمونها وطرقها وأدواتها ووسائلها المادية والمعنوية. لن يفرض علينا أحد فيما بعد، لم يعد لحد بإمكانه أن يفرض علينا شكلا جديدا للنظام السياسي الذي نحن نريده. سنصنع هذا النظام السياسي بإرادتنا المشتركة من أقصى البلاد إلى أقصاها، من مران إلى عدن ومن المهرة حتى الحديدة. أيضا أقول لكم بأن هذه الكليات وهذه المراكز التدريب يجب أن تحظى بعناية كبيرة مننا ومن الأخوان في التحالف. وقد سمعت الآن من الأخ أبو مايد كلام جيدا، أقول له شكرا جزيلا على كل دعم قدمته خلال الفترة الماضية، وشكرا جزيلا على كل دعم يمكننا أن ننتظره منكم في مرحلة بناء وإعادة بناء الجيش، وكذلك إعادة بناء الشرطة. نحن محتاجين إلى أمن قوي، نحتاجين إلى إعادة بناء الجيش لمواجهة العدو، لكن أمن المواطن نحتاج فيه إلى أمن وإلى أجهزة بحث وإلى أجهزة تحري وإلى أجهزة قضاء. نحتاج إلى أن نبني دولة بكل ما في الكلمة من معنى، دولة يحترم فيها الدستور والقانون ويفرض على الكبير وعلى الصغير، دولة تستطيع أن تدافع عن مصالح العظمى للشعب اليمني أينما كان، وبالتأكيد دولة لا يكون فيها ظلم، لا يكون فيها ظلم لا من 90 ولا من 94 ولا ما بعدها. الظلم يجب أن يزول وفي أي مكان كان، ولذلك نحن قلنا دائما ولا زلنا نقول الإخوان في الحراك نحن معكم ولسنا ضدكم، ولكننا على قاعدة ما اتفقنا عليه وما توافقنا عليه في مخريات الحوار الوطني. أيضا نحن وبالتحالف الوطني لا ندافع عن اليمن ولا ندافع عن النظام ولا ندافع عن سلطة. نحن هنا وأشقائنا في التحالف ندافع عن أمن الوطن العربي كله، عن أمن الخليج والجزيرة العربية، عن شرف الأمة ومكانتها وكرامتها وحقها في البقاء. هناك من يحاول المساس، بأمننا القومي وأمننا العروبي. هناك من يتآمر على وجودنا، البعض لا يريد حتى لهذا الوجود أن يبقى، لهذا السبب هم يفكرون دائما. أما في تحريض القوى الإقليمية على المساس بأمننا أو لتفكيكنا إلى دويلات صغيرة ومناطق متنازعة. هذه الهبة العربية التي جاءت في عاصفة الحزم، التي جاءت في عاصفة الأمل، هذه الهبة هي واحدة من الهبات العربية الغير مشهودة في التاريخ. يمكن مثيلة لها سابقا، يمكن مثيلة لها قبل الإسلام في ذيقار، أما في العصر الحديث فليس هناك هبة عروبية بهذا الحجم الكبير وبهذا الدعم القومي الكبير وبهذا. لأن الآن لاحظوا من يدعم التحالف العربي؟ العرب جميعا دون استثناء إلا من شذ عن هذه القاعدة. لهذا أقول هذه الهبة العربية التي تمثلت في عاصفة الحزم
والتي ساندت نحن في اللحظات المناسبة في الوقت المناسب، وجاء شقتنا في اللحظة العصيبة التي مررنا بها، وخاصة مرت بها عدن، عدن التي ظلمت والتي نكبت بحوثيين وقوات صالح، عدن التي انتفضت، عدن التي سجل أهلها أروع البطولات في تحريرها قبل عامين من احتلال الميليشيات. هذه المدينة هي أيضا الآن تقود اليمن كعاصمة مؤقتة، تقود اليمن نحو النصر، وسوف تنتصر عدن وسوف ينتصر اليمن بها إن شاء الله. سنمضي معكم أيها القادة، وسنتجاوز الصعوبات. وأذكر أنا عندما بدأنا قبل عام كان الرئيس يقول هل لدينا إمكانيات نرمم بعض المعسكرات، الأخ صالح والأخ فضل بالذات كانوا يلحون علينا، قلنا نعم في إمكانية، دعنا نحاول نبحث كيف ندبر الأمور. واستطعنا أن نعتمد ترميم 9-8 في البداية، ثم 9 معسكرات، ثم 10، وسنواصل حتى نعيد للمؤسسة العسكرية ولمؤسساتها المكان التي تستحقها. أيضا نحن نفعل ذلك مع الأخوة في الأمن، وسنقدم كل الدعم والمساندة للأمن. نريد أمن حقيقيا، نريد الناس أن يناموا في بيوتهم مرتاحين ولا يخافون على سياراتهم أو دكاكينهم أو مؤسساتهم. لا يخاف المواطن على ابنه ولا على بنته عندما يذهب الصباح العمل، أو زوجته عندما تذهب العمل. لا نريد المواطن أن يخاف وهو في بيته. لذلك لا بد من متابعة الذين يخرجون أعلاما والذين يلقون سكينتنات، يجب أن متابعتهم، ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يخل بالأمن الوطني العام والشامل اليمن. علينا أن نقدم المساعدة لأجهزة الأمن، وعلينا أن نتوحد، وعلينا أن نتوحد، وأن نتوحد خلف القيادة، وأن نتوحد خلف الشرعية، وأن نتوحد خلف الوطن، أن نتوحد خلف المبادئ الكبرى، لأن المقاييس الأخرى قد تكون صحيحة في وقت آخر، لكنها الآن ليست هناك مقاييس يمكن الاعتماد عليها إلا الدفاع عن الشرعية والجمهورية والوحدة التي توافقنا عليها. ومرة أخرى ليست وحدة 90 ولا وحدة 94 ولا حتى وحدة ما قبل 2011، هي وحدة صنع قواعدها وأسسها من توافقوا عليها في مخريات الحوار الوطني. هي وحدة تراعي مصالح الكل، هي وحدة تحمي المواطن وتحمي الإنسان الفرد في بلدنا. ولذلك نقول نحن الآن في مرحلة جديدة، الجمهورية هي جمهورية جديدة، والوحدة وحدة جديدة، ولم يعد بإمكان حد أن يوقف هذا الشعب العظيم عن تحقيق تطلعاته ومصالحه. نحن أيضا نقوم بعملية بناء ليس فقط في المستوى العسكري، أيضا على مستوى، أنتم تلاحظون أن عدن فيها حرك، يعني من ذهب هنا أو زرته ستلاحظوا أن مشاريع تحركت. هذه المشاريع التي تحركت هي جهد كان قد بذل منذ سنة وشهرين. تم التخطيط، تم توفير الاعتماد. تذكرون حتى لما جينا لا مرتبات ولا والكوريرات تهاجم نحن، وظروفنا صعبة قبل سنة وشوي، تغيرت الأمور وتحولت. نحن ننفذ مشاريع، وواجهنا إشكالية الخدمات وانتصرنا إلى حد مع الكهرباء، أما العام القادم فسوف ننتصر عليها كلية. لن تكون لدينا أزمة كهرباء أطلاقا، لأننا من الآن من أمس ونحن نخطط ونضع حجر الأساس لمشروعات جديدة، وننتظر الدعم من 100 ميجاوات أيضا من أشقانا في الإمارات، وقد سمعت منهم اليوم قبل أيام كلاما جميلا حول هذا المشروع. لن تكون هناك إشكالية في الخدمات في المستقبل. أيضا المياه نحن عندنا لها مشاريع، الصحة عندنا لها مشاريع، تحركت العيلة في عدن وتحركت العيلة في بقية المحافظات. لن تهم الأبين ولن تهم اللحج ولن تهم الضالع ولن تهم الشبوة وحضرموت ومارب والجوف والمهرة، لن تهم أي محافظة من محافظة سقطرة، لن تهم أي محافظات في تفكيرنا. لكننا طبعا نتصرف وفقا لما هو متاح، ولاحظوا أن كثيرا من مواردنا حتى الآن ليست تحت السيطرة. نحاول أيضا أن نقدم المساعدة لأشقائنا في كل مكان. تعز هي جزء مننا، وكذلك إب والحديدة وكل الناس الذين موجودين في مناطق في محافظات البلد. لكننا أحيانا العين بصيرة واليد قصيرة، لا نستطيع الوصول بكل المساعدة إلى كل مكان. لكننا مصممين على أننا سنوفر إن شاء الله، سنوفر خدمات كاملة للبلاد وأمن كامل للبلاد ووظيفة عامة محترمة لكل الناس الذين يمارسون الوظيفة العامة المحترمة.
سنمضي خلف الشرعية وسنمضي خلف أهدافنا الكبرى، ونحن نحتاج إلى دعمكم، إلى مساندتكم، إلى وقوفكم الصلب، إلى مبادئكم التي تربيتم عليها في هذه الأماكن. كنا نردد معا شعارات كبرى، تغيرت أساليب، أما المضمون لا زال كما هو، مضامينها لا زالت كما هي. فنحن نواصل معا. الإعمار مستمر، الإنشاءات تشتغل معنا بشكل طيب. السلطة المحلية وبقيادة المحافظ أيضا تشتغل. اليوم سيتم التوقيع على عقود الإعمار في التواهي والمعلى. هذه العقود الهدف منها هو البدء بعملية إعمار في المناطق التي تضرت في هذه المناطق. نحن اعتمدنا 5 مليار لهذه المناطق، 3 مليار موجودة في صندوق الوحدة التي ستنفذ المشروع اليوم، موجودة نقدا موجودة، منها 2.5 مليون من صندوق العربي في الكويت. فشكرا لأهل الكويت بهذه المناسبة. والباقي جاءنا من خزينة الدولة. ولهذا اليوم أنا أقول لأهل عدن، وأقول بالذات لأهل التواهي والمعلى، مبروك، لقد بدأت عجلة الإصلاح والإعمار عندكم، وهي عجلة إعمار أولية وليست نهائية. الإعمار الكبير قادم إن شاء الله، لأننا نحتاج فيه إلى مساعدة الأشقة، ونقول لهم من الآن نعم نحن نحتاج إلى مساعدتكم، فلا يمكن إعادة البناء في اليمن دون دعمكم الكبير. وأيضا في نفس الوقت سوف تبدأ عملية إعمار في لحج وفي أبين وفي الضالع وفي حضرموت. قد بدأنا بالمناطق التي تضرت، خاصة المناطق العسكرية التي شهدت عمليات عسكرية، قد بدأنا في إعمارها، لأن حضرموت وباقي المناطق الأضرار أقل أخف، ربما شبوة فيها أضرار أكثر من حضرموت، وربما أبيحان الآن بحكم المعركة فيها أضرار أكبر من حضرموت. لكن في جميع الأحوال جميع مناطق البلد التي شهدت شيئا من الأضرار سوف تبدأ ابتداء من اليوم عملية إعمار فيها، وسوف تستمر. اليوم إن شاء الله سيكون يوما تاريخيا، نحن نفتح فيه الكلية العسكرية ويبدأ فيه، فإن شاء الله سيبدأ فيه الإعمار اليوم بالتوقيع خلال الساعات القادمة، ربما اليوم أو بكرة، لكن إن شاء الله يكون اليوم خلال التوقيع، لأن نحن نحث اللجنة التي يترأسها كل محافظ فيه، نحثهم على سرعة البدء بالعمل، وأعتقد أنهم على استعداد أن يمضوا في هذه العملية. أنا أشكركم ومرة أخرى أقول لكم القيادة السياسية ممثلة بعبد الرب منصور إلى جانبكم. سننتصر إن شاء الله، سننتصر على الأعداء. وأنا أقول لهم مرة أخرى، إن أردتوا السلام فنحن له اليوم، وإن أردتوه اليوم فنحن له الآن. نحن جاهزين لسلام يلتزم مرجعيات الثلاث، غير ذلك لا تحلمون بأي شيء. لا يمكنكم أن تفرضوا علينا أمر واقع، لا يمكنكم أن تلغوا الجمهورية التي دافعنا عنها، ولا يمكن أن ينشأ من جديد نظام أسري يتحكم في رقابنا. هذه مسائل قد انتهينا منها، هذه مسائل قد تجاوزناها، والعرب أيضا يقفون إلى جانبنا، إخوتنا في الخليج، إخوتنا في المملكة وفي الإمارات وفي بقية دول الخليج يقفون إلى جانبنا. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأتمنى لكم العمل، أتمنى أن تبدأوا عملا حقيقيا في صلاح الدين وفي العند بأسرع وقت. نحن وفرنا بعض الإمكانيات للبدء بالعند، والإخوان في التحالف يقفون إلى جانبنا. سوف يعاد الاعتبار للعند كمركز تدريب رئيسي في الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مبنى المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن، وكان في استقباله وزير العدل القاضي جمال عمر، ورئيس القضاء الأعلى القاضي علي لعوش، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة. وتجول رئيس الوزراء والوفد المرافق له في أقسام المبنى، مستمعا إلى شرح مفصل عن مهام وعمل كل قسم والوظائف التي تترتب عليها في إعادة الحركة القضائية وتسهيل معاملات وإجراءات الموظفين. وترأس رئيس الوزراء اجتماعا بالهيئة العليا للقضاء لمناقشة آلية عودة تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة في جميع المحافظات المحررة. وحث رئيس الوزراء أعضاء هيئة القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم والنيابات العامة بالعمل بكل تفان وإخلاص ومسؤولية أخلاقية ووطنية في السعي إلى إحقاق الحق ورفض الباطل،
مشددا على ضرورة سرعة البت في قضايا الموقوفين وتحويلهم للمحاكمة. ووجه الدكتور بن دغر الأجهزة الأمنية بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية القضاة ومقرات المحاكم والنيابات العامة وتفعيل كل أقسام الشرطة والبحث والتحري، مشددا على مضاعفة الجهود للقيام بواجباتها الوطنية والعمل بإخلاص لتثبيت الأمن والاستقرار للوطن والمواطن. ونوه رئيس الوزراء إلى عودة كل أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى العمل مجددا من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا بأن الحكومة وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية قد وضعت لبنة البناء والعمران والعمل المؤسسي البناء في جميع المحافظات المحررة. وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بدور الحكومة ومتابعة رئيس الوزراء الحثيثة على إنجاز تأهيل وترميم مباني المحاكم والنيابات العامة في عدن، فيما تحدث رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار وأكد أن القضاء يقف على مسافة واحدة لتحقيق العدالة والمساواة بين كل المواطنين، مثمنا حجم الجهود الجليلة التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء للقضاء، مقدرا حرصهم على تفعيل دور المحاكم والقضاء لما له من أهمية قصوى في سير الحياة وفي إطار العدل والقانون. تفقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، وتجول رئيس الوزراء في أرجاء المبنى مستمعا إلى شرح مفصل استعرضه الأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور عن المكاتب والوظائف المنوطة بها والتي سيبدأ العمل فيها خلال الأيام القادمة. وأكد منصور أن افتتاح مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يأتي في إطار توجه الحكومة ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء على نقل مؤسسات الدولة ومباشرة عملها من العاصمة المؤقتة عدن. رافق رئيس الوزراء كل من وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف والثروة السمكية فهد كفاين وشؤون المغتربين علوي بافقيه والثقافة مروان دماج ووزير الدولة صلاح الصيادي والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بسفارة بلادنا بالعاصمة الأردنية عمان الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد. وفي اللقاء استعرض وزير الخارجية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الإنقلابية تجاه حقوق الإنسان في اليمن والتي بدأت بانقلابهم على الدولة والإرادة الشعبية وإشعالهم الحرب التي لم تكن يوما خيار الحكومة اليمنية، ثم اجتياحهم للمحافظات والمدن والقرى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وارتكاب أعمال القتل والاختطاف والإخفاء القسري وتكميم الأفواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية. من جانبه أكد الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان العبيد أحمد العبيد على توجه المفوضية للتعاون مع اللجنة واعتماد أنشطة من شأنها الارتقاء بعملها واعتزامه زيارة العاصمة المؤقتة عدن قريبا ومناقشة التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في اليمن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. في الأخبار الميدانية، حقق الجيش الوطني تقدما باتجاه الوازعية والبرح غرب تعز بالسيطرة على سنترال جبل العريش إثر معارك عنيفة قتل خلالها 9 من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في ظل تراجع كبير وانهيارات في صفوف الميليشيا وتكبدهم خسائر فادحة. وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني في الساحل الغربي يتقدم على محورين، وتم السيطرة على سنترال جبل العريش المطل على مركز مديرية موزع والوازعية، بينما المحور الثاني لتأمين السيطرة على مفرق المخا. وأكد أن المواجهات مستمرة لتطهير مناطق غرب تعز وفك الحصار عن المدينة وفتح الطريق بين المدينة وميناء المخا في ظل محاولات يائسة للميليشيات الإنقلابية لإيقاف التقدم الكبير للجيش الوطني.
إلى شبوة، أكد قائد كتيبة الحزم في جبهة بيحان بمحافظة شبوة العميد أحمد العقيلي أن الميليشيات الإنقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، حيث قتل منهم وجرح أكثر من 18 مسلحا بينهم قيادات. وأضاف العقيلي أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي، وأن العمليات العسكرية مستمرة في جبهة بيحان وفق استراتيجية عسكرية مرسومة تهدف إلى تحرير ما تبقى من المديرية. نحن في كتيبة الحزم، وإلى جانبنا اللواء 26 والمقاومة الشعبية في بيحان، واللواء 19، اللواء 21. نحن نقوم بالمهمة الوطنية المكلفين بها تحرير مديرية بيحان، ولا العمليات كما شاهدتوها مستمرة والموجهات مستمرة بمساندة طيران التحالف، الأخوة في التحالف العربي نقدم لهم الشكر والتقدير، يقومون بكل سند وعون لنا، وبإذن الله تعالى أن تنحسم المعركة في بيحان وفي كل المديريات حتى تحرير آخر شبر في اليمن. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بمختلف أنواع الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وقذائف الار بي جي بين المقاومة والميليشيات الانقلابية في عدة مواقع في مديرية ذي ناعم. وفي رداع أصيب المواطن حزام طاهر اللقاحي وأحد أبنائه بإصابات خطيرة بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا الانقلابية بأحد الطرقات بقرية لقاح مديرية ولد ربيع برداع، وقامت الميليشيات بمنع المواطنين من إسعافهم. لقي قيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعه مع عدد من مرافقيه في جبهة ميدي إثر غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة حجة. وقالت مصادر محلية أن القيادي علي عبد الملك محمد حسن شرف الدين أبو أمير لقي مصرعه مع مجموعة من مرافقيه بغارة جوية لقوات التحالف في محور ميدي، ويعد شرف الدين ثالث قيادي يلقى حتفه خلال أسبوع في محافظة حجة. قال العميد الركن إبراهيم الحربي قائد قوات التحالف في اليمن إن تحرير صنعاء بات قريبا، وإن التحالف العربي يسير وفق خطة عسكرية مدروسة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الميدانية تحقق انتصارات متتالية، مؤكدا أن القضية قضية حق، وأن الشعب اليمني يقاتل بكل قواته من أجل استرداد حريته وكرامته ودحر الانقلاب. جاء ذلك في لقاء عقده العميد الحربي بمحافظة مأرب مع عدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية، مشيدا بدور العمل الإعلامي المساند لعمليات التحرير. فالعدو لله الحمد في أضعف حالاته حاليا، يخسر كل يوم مكتسب بالنسبة له وموقع بالنسبة له ومكتسب جديد بالنسبة لنا. العدو يخسر كل يوم عتاد ويخسر كل يوم أفراد. العدو ليس في موقع واحد ثابت لأنه في تراجع مستمر، وهذا ولله الحمد والشكر نتيجة التخطيط الجيد والمتابعة من القيادة المشتركة من الرياض قيادة التحالف، وحقيقة وتنفيذ رائع وبصدق ومصداقية من الجهات الوحدات الميدانية التي على الأرض التي تقاتل بكل شراسة وبكل حزم وبكل أيضا فن احترافي في قتال العدو. نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد طيار الركن تركي المالكي استهداف قوات التحالف لمنزل في منطقة محضة بصعدة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام من ادعاءات. وأكد العقيد المالكي في تصريح صحفي أن القيادة المشتركة للتحالف اتخذت كافة التدابير اللازمة
فور ظهور الادعاءات للتحقق منها حيث استكملت إجراءات ما بعد العمل لعمليات يوم الجمعة الماضي الذي أثير فيه الادعاءات، وتمت مراجعة جميع المهام العملياتية المنفذة في محافظة صعدة، ولم يتبين تنفيذ أي استهداف من قبل قوات التحالف بالمكان محل الادعاء. اعتدى مسلحون من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، وقام المسلحون بفض الوقفة الاحتجاجية بالقوة وسحب اللافتات من المشاركات بالوقفة، وقاموا بمطاردتهن ومحاولة سحب الهواتف المحمولة لمنع تصوير انتهاكاتهم ضد النساء. ونفذت رابطة الأمهات وقفة احتجاجية تنديدا بالصمت المطبق تجاه تقييد أبنائهن المختطفين بالسلاسل والقيود وتغطية وجوههم في سجن الأمن السياسي بصنعاء، ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم من قبل الإنقلابيين. وطالبت الوقفة الصليب الأحمر بزيارة سجن الأمن السياسي وتمكين المختطفين فيه من حقوقهم الإنسانية الطبيعية. تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية الاستعدادات لاستقبال الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة، واستمع الوزير من إدارة منفذ بلادنا لشرح عن التجهيزات التي تم إعدادها لخدمة ضيوف الرحمن قبيل تفويجهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. كما اطلع الوزير عطية من مسؤولي المكاتب السعودية بالمنفذ على حجم الاستعدادات من الجانب السعودي، موضحين أنه تم زيادة عدد موظفي الجوازات والجمارك إلى ضعف عدد موسم الحج الماضي. وأشاد وزير الأوقاف بجهود القائمين على المنفذ اليمني والسعودي، مثمنا دور المملكة العربية السعودية في جهودهم لتسهيل عملية التفويج وتذليل الصعاب أمام الحجاج اليمنيين. وشدد عطية على وكالات تفويج الحجاج اليمنيين بالالتزام بجداول الرحلات المعتمدة من وزارة الأوقاف، بحيث تستكمل إجراءات حوالي 2000 حاج يوميا بكل سهولة ويسر. رافق وزير الأوقاف الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي. أكد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس بعثة الحج الدكتور أحمد عطية إلى أهمية دور وسائل الإعلام في تغطية الأخبار التي تتعلق بموسم الحج والجهود التي يبذلونها بمرافقة البعثات وتنقلهم ما بين سكن الحجاج للتعرف على مشاكلهم ومتطلباتهم. جاء ذلك خلال لقائه بالقنصل العام بجدة ورئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية. إلى التفاصيل. تحركات وجهود كبيرة تقوم بها وزارة الأوقاف والإرشاد ليل نهار وكخلية نحل لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. فبعد أن دشن وزير الأوقاف والإرشاد رئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور أحمد عطية أعمال مناسك الحج واستقبال الحجاج القادمين من اليمن إلى المشاعر المقدسة بحضور وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش والوكيل لقطاع الأوقاف طارق القرشي، قام الوزير عطية بعقد اجتماع بالقنصلية العامة بجدة، ضم القنصل العام وعميد السلك الدبلوماسي السفير علي العياشي ورئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية فارس عبد العزيز الصلاح لمناقشة الترتيبات والاستعدادات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم. وأشاد الوزير عطية بما تقدمه قناة عدن الفضائية من أعمال تلفزيونية ومواكبتها لكل الفعاليات والأنشطة الخاصة بشعائر الحج. وأكد وزير الأوقاف حرص وزارته على التعاون مع قناة عدن الفضائية لتسهيل عمل البعثة الإعلامية المرافقة للحج وتذليل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه البعثة. من جانبه أكد السفير علي العياشي أن القنصلية اليمنية بجدة تولي كل العاملين والبعثات الخاصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام أهمية كبيرة، وأنه تم الترتيب والتجهيز بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية بكل ما يتعلق باستقبال حجاج بيت الله الحرام بما في ذلك التغطية الإعلامية لشعائر الحج. وشدد العياشي ضرورة التعاون وتكثيف الجهود لما من شأنه إنجاح
الموسم هذا العام ليكون نموذجا في تقديم الخدمات ولكي يؤدي الحاج فريضة الحج بكل طمأنينة ويسر. بدوره أكد رئيس قطاع تلفزيون قناة عدن الفضائية فارس عبد العزيز أن القناة استكملت التجهيز والترتيب للطاقم الخاص بالتغطية الإعلامية المتكاملة من برامج تلفزيونية وأخبار ميدانية وإعداد تقارير وإيصال صوت الحاج ونقل كل الفعاليات والأنشطة والتحركات التي تقوم بها وزارة الأوقاف والإرشاد والقنصلية اليمنية بجدة. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية. وقعت بمبنى وزارة الأشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن اتفاقية إعادة تأهيل مطار عدن الدولي. وقعه عن الجانب الحكومي المهندس معين عبد الملك سعيد وزير الأشغال العامة والطرق، وعن الجهة المنفذة المهندس عوض بن جريبة رئيس مجلس إدارة بن جريبة ومخزوم للمقاولات. الاتفاقية التي قدر تمويلها بحوالي 1,300,000,000 ريال تنص على البدء بالمشروع بشكل فوري على أن ينجز خلال عام واحد. حضر مراسم التوقيع المهندس حسين عوض عقربي وكيل وزارة الأشغال والطرق والكابتن صالح سليم بن فهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وغسان الزامكي وكيل المحافظة لشؤون الطرق وعدد من المسؤولين بالوزارة ومؤسسة بن جريبة ومخزوم للمقاولات. اليوم تم توقيع اتفاقية سفلتة مدرج التدحرج أو التاكسي واي لمطار عدن. كان حالة مدرج التدحرج سيئة للغاية متدهور وتضر بحالة الطائرات بشكل كبير. اهتمام الآخر فخامة الرئيس بموضوع المطار كان كبير ودولة رئيس الوزراء بعد جهود ورفع حالة أو يعني إعداد الوثائق الفنية مع هيئة الطيران المدني والكابتن صالح بن نهيد والفريق العامل من الوزارة ومكتب أشغال عدن ومن هيئة الطيران المدني تم إعداد مناقصة وتقدم عدد من الشركات المؤهلة فنيا والمصنفة رقم واحد أو الشركات ذات التصنيف العالي، لأنه المطار طبعا بالطبع يحتاج إلى مواصفات خاصة. وتأهلت شركة بن جريبة والمخزوم وتم توقيع العقد اليوم، ونتوقع أن يتم العمل بشكل سريع إن شاء الله بتنسيق كامل وفرق إشراف متخصصة. يعتبر هذا ثاني مشروع بهذا المستوى من الاعتمادات الكبيرة التي اعتمدت من قبل الحكومة وبمتابعة شخصية من فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن نار. نحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية تأهيل مطار عدن التكسواي ومع الأخ رئيس الهيئة وزير الأشغال العامة والطرق، وسعيدين أن نكون من الشركات اللي تنفذ هذا المشروع لأهميته وحيويته في المحافظة، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن الجميع في بحسب البرنامج الزماني والفترة الزمنية المحددة للمشروع. تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد رب المحولي ومعه أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لهج عوض الصلاحي سير الامتحانات النهائية في معاهد هواري بومدين بمحافظة لهج للعام 2016-2017. وطلع الوزير المحولي على سير العملية الامتحانية وطاف بالفصول الدراسية والورش التعليمية مشيدا بمدى التجهيز والإعداد للامتحانات، متمنيا للطلاب والطالبات النجاح والتوفيق والمزيد من الجهد والمثابرة. دشنت المرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار المنازل المتضررة جراء الحرب في عدن، ودفعت فاتورة بطولتها وعدم خضوعها لقوى الإنقلاب لتخطو أولى خطواتها لاستعادة نشاطها من جديد. إلى التفاصيل. الإعلان والتوقيع رسميا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار عدن بدمب المنازل المتضررة جزئيا جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية على عدن انطلاقا من مديرية التواهي، في حفل أقيم اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن وبحضور وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وقيادات من السلطات المحلية بمحافظة عدن. في حفل تدشين قام به مستشار رئيس الجمهورية محافظ محافظة عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي بدء إعمار عدن في مرحلتها الأولى من خلال حفل التوقيع الذي جرى اليوم. ومرحلة الأمل بالفعل بدأت
وبدأها إخواننا الإماراتيين من خلال المشاريع العظيمة التي نلاحظها على الأرض الممتدة من رأس العارة وحتى حضرموت. ونقول لهم شكرا أولاد زايد وشكرا دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الحب والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. وفي نفس الوقت نقول أن خطوات التنمية والبدء بالتنمية بكل اتجاهاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بدأت ولن تتوقف مطلقا. توقيع اليوم على العقود الأولى من الجزء الأول لملف إعمار عدن يبدأ من مديرية التواهي بمختلف مناطقها بكلفة إجمالية 2.5 مليون دولار لمنحة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء. تنطلق بعدها مناقصات جديدة لباقي المناطق المتضررة. أهمية التوقيع هو يعطي انطباع كبير أنه محافظة عدن بدأت تستعيد عافيتها. بدأ ملف إعادة الإعمار يتحرك. اليوم تم توقيع العقود الأولى من الجزء الأول في مديرية التواهي بتكلفة 2.5 مليون دولار وهي المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء. وبعدها سوف تتلوه خطوة أخرى وهو إنزال مناقصة ب 2 مليار لإكمال مديرية التواهي وجزء من مديرية المعلى. إعادة إعمار عدن هي خطوة تتبعها خطوات تخطوها السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالأستاذ عبد العزيز المفلحي وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومعهم كل الخيرين في هذه المدينة لتستعيد عدن وجهها المشرق وتعود من جديد مدينة الحب والسلام. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي عدن. أكد محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين سالم على الدور التنويري الهام لرجال الصحافة والإعلام بمحافظة أبين وما يقومون به من جهد إعلامي مميز خدمة للمحافظة وأبنائها. وأشار المحافظ خلال لقائه عددا من الإعلاميين والصحفيين إلى أن المرحلة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا لتأسيس مرحلة جديدة من الثقة والتفكير. وأشار مدير الإعلام بالمحافظة ياسر باعزب إلى ضرورة خلق إعلام بناء قادر على التغيير والدفع بعجلة التنمية نحو الأفضل مؤكدا أن هناك خطة إعلامية تشمل جميع مديريات المحافظة للنهوض بواقع الإعلام نحو الأفضل. وفي نهاية اللقاء كرم محافظ أبين الشخصية الإعلامية والوطنية والسكرتير الصحفي للرئيس سالمين سالم الحاج بشهادة تقديرية تعبيرا عن الدور التنويري الذي قام به خلال الفترة الماضية من جهد إعلامي مميز ودور نضالي في مرحلة بناء الدولة الوطنية في فترة السبعينات وما تلاها. دشنت مؤسسة شبوة للتنمية في عتق بمحافظة شبوة توزيع شحنة أدوية تقدر بحوالي 8 أطنان من أدوية متنوعة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي للمرافق الصحية والعلاجية بالمحافظة. وخلال عملية التدشين أشاد الوكيل المساعد للمحافظة ناصر القميشي بالدور المحوري والهام الذي يطلع به الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ومساعدة بلادنا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا بسبب الحرب التي تشنها الميليشيات الإنقلابية على الشعب والوطن منذ نحو 3 أعوام. إلى سيئون، فقد دشن الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس سالم يسلم بن شرمان ومعه مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالوادي والصحراء الأستاذ محبوب أمان ومدير مركز الاختبارات بالمعهد الصناعي بسيئون عوض عباد الامتحانات النظرية النهائية للثانوية المهنية والدبلوم المهني للمواد الثقافية والتخصصية. واطلع الوكيل المساعد على سير الامتحانات حثا الطلاب على بذل المزيد من الجد والاجتهاد للحصول على نتائج جيدة في تحصيلهم العلمي. نبقى في سيئون، فقد بدأت بسيئون محافظة حضرموت الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل وتدريب متطوعي منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت التي أقامها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء وبالتنسيق مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بدعم من منظمة اليونيسف. وتستهدف الدورة 24 مشاركا ومشاركة
يمثلون منظمات المجتمع المدني بمديريات سيئون وشبام والقطن ورخية. وفي حفل الافتتاح أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء إلى أن أهمية الدورة تكمن في التوعية عبر الشباب المتدربين للتجمعات الجماهيرية من مختلف النزاعات والحروب والتي تكاد تختفي من مديريات أو في مديريات وادي حضرموت. إلى عدن، فقد قام مدير مديرية البريقة هاني اليزيدي ومعه منسق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون صالح بزيارة إلى عدد من مناطق المديرية. وخلال الزيارة استعرض مدير البريقة احتياجات ومتطلبات تلك المناطق من المشاريع الخدمية والإنمائية في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرصف والنظافة. وأكد منسق الأمم المتحدة استعداد المكتب على تلبية بعض احتياجات مديرية البريقة من المشاريع والتي تأتي ضمن عدد من المشاريع التي سيتم إجراؤها في محافظة عدن. نبقى في عدن، فقد دشن مدير مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني اليزيدي العمل بمشروع إعادة تأهيل محكمة البريقة الابتدائية بتكلفة 17 مليون ريال. وفي التدشين حث مدير البريقة على سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتفق عليها وإنجازه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشيرا إلى أهمية تنفيذ المشروع لإعادة العمل في المنظومة القضائية والمتوقفة منذ الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على عدن لمعالجة وحل قضايا المواطنين، بما من شأنه الإسهام من استتباب الأمن والاستقرار. حضر تدشين رئيس المحكمة القاضي أحمد شائف أحمد. في الخبر الأخير، قام مدير مديرية المعلى فهد المشبق بزيارة تفقدية إلى مركز الكوليرا والمجمع الصحي بالمعلى، وناقش عملية الاستفادة من المحلات التجارية المجاورة للمجمع الصحي وإيراداتها لصالح المجمع حسب تقرير مكتب الأشغال، وأشاد بتحسين الخدمات الصحية في المديرية لصالح المواطن وأصحاب الدخل المحدود. ولمن فاتته النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح مبنى المجمع القضائي والكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة في عدن. مصرع 9 من الميليشيا بتعز وأكثر من 18 حوثيا في جبهة بيحان بشبوة. واشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الإنقلابية في ذي ناعم بالبيضاء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.